إدارة الإسكان الجماعي توكي لديها ثلاثة معايير مهمة. المعيار الأول هو خط الصدع الذي هو على رأس العوامل التي تؤثر علينا بشكل سلبي. نعمل اليوم على الابتعاد عن خط الصدع مسافة 500 متر على الأقل في جميع المناطق السكنية التي بدأنا إنشائها. المعيار الثاني هو تنفيذ مشاريعنا في المناطق الصخرية والحجرية حيث تكون الأرض صلبة، وتجنب الأماكن التي يكون فيها مستوى المياه الجوفية مرتفعاً. المعيار الثالث هو عدد الطوابق حيث لا يتجاوز 4 لكل بناء.